انا قررت اني اسرق هاي السياره. اوه دوريه 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 وراي. او نو يا الله اول ما سرقت السياره. Yeah, let's just stop moving there, guy. You keep those hands up. Now stop moving. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيسى 400 اليوم رجعت لكم بمقطع جديد. يا عيال والله حاب أقول لكم مشكورين من قلبي من خاطري على كمية الدعم اللي قاعد أشوفها منكم. يعني تخيلوا المقطع الأخير للسيرفر الأجنبي راح يوصل 70,000 مشاهدة، والله منصدم واللي قاعدين تقدموا لي إياه شيء كبير. يعني ما أدري بس والله العظيم عرفوا اني قاعد اقول لكم كلمه شكرا من قلبي على وقفتكم على مساندتكم على كل شيء قاعد تقدمونه لي. وعشان هذه المناسبه صورت لكم احلى حلقه في سيرفر الاجنبي، صارت احداث مع الناس مع الشرطه مع الوظائف مع كل شيء. المهم اذا ما كنت مشترك في القناه لازم تشترك واضغط زر لايك، بما انكم تحبون السيرفر الاجنبي ابي اشوفكم تدعمون هذه السلسله، فاخليكم مع المقطع مشاهده ممتعه. انا ما ادري ليش رسبنت هنا اصلا، يكون كنت اشتغل وانا نايم. صوت دوريات ازعاج، شو صاير في المدينة؟ هالمشكلة كم عسكري في السيرفر؟ 7. يعني مستحيل اسرق سيارة، مستحيل. هذا السيرفر يوم تسرق سيارة الشرطة يعرفونك على طول. في عسكري، في عسكري شباب. هلو اوفيسر. Hi, do you know what jaywalking is? Oh, I'm sorry. I just want to say hi and have a nice day. Okay. Oh. All right. Be safe. Yeah, thank you. قال لي تعرف شو جريمتك انت قاعد تمشي في الشارع؟ قلت له اعرف بس ابي اقول لك هاي ويوم سعيد. والله انا طيب. قال لي اوكي دير بالك على نفسك. كيف اطلع الجوال؟ نسيت والله. اوكي عرفت كيف اطلع الجوال. خلنا نتصل على الاوبر. ان شاء الله يرد علينا. الشيء الحلو ان الاوبر تتصل عليه اتصال مكالمة تكلمه في الجوال، مو بس ترسل اس ام اس. ويرد شكله مشغول. كم واحد في السيرفر؟ 2. يلا يرد علينا. يلا رد علينا يا اخي، ابي التاكسي يرد علي. التكاسي كلهم مشغولين، فقررت اني ادقها كعاب اليوم. مشكلة ما اقدر اسرق اي شيء يا شباب، يعني اذا سرقت على طول الدورية بتجيني. هذا قاعد ينظف يا عيال. هذا قاعد ينظف انه مسوي جريمة. هلو مان. I have a question for you. Tell me. First let me ask you what's the problem you did to let they punish you to do the community server? I robbed the store. Oh. Yeah, ask me now. Huh? Ask me what you want. Do you have money? I don't have money, I swear. If you have money, give me. I have money, but not to give. Yeah, just continue your job. Clean here and here and here. Good luck, my friend. My ass. يا عيال سفني، بس لاني قلت له نظف هنا ونظف هنا ونظف هنا. هذا طبعا محكوم عليه انه ينظف الشوارع لانه مسوي جريمه، يعتبر انذار يعني. سووا لي الحركه هذه اول ما لعبت في هذا السيرفر. الجراج وين؟ شالوا الجراج ولا شو السالفه؟ والله شكلهم شالوه. الدوريات كل مكان، ما ادري شو صاير. الله يستر. انا بروح اخذ الدباب حقي بس ما ادري وين الجراج. اوه وصلت الجراج يا عيال، بس ليش كله محترق؟ سكروه، ما عاد في جراج هنا. طيب وين اقدر اخذ سيارتي؟ مشكلة والله خاطري اسرق يا عيال، بس المشكلة راح يسجنوني وشغلات طويلة، عرفتوا؟ بجرب ارسل له مسج. اوبر رايد بليز. مشكلة يا عيال ما عندي فلوس، تخيلوا كم الفلوس اللي عندي؟ 191 دولار. طيب خلوني اشرب ماي لان عطشان الحين انتبهت.
أنا صراحة قررت أسرق السيارة، يعني لا تاكسي، أنا قررت إني أسرق هاي السيارة. أوه دورية 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 وراي. يا الله أول ما سرقت السيارة. Yeah, let's just stop moving there, guy. Keep those hands up. Now stop moving. I know my mistake, officer. I know my mistake. It's by mistake. It's by mistake. I swear it's by mistake. Listen, man. Listen, man. It's. I thought he's my friend. I'm sorry, man. It's my mistake. Oh yeah, you that's a weird way to treat friends. Their cars, yeah. I thought he's my friend, but he's not. يا عيال قبطوني يا أول ما ركبت الدورية. Oh, okay. أول ما ركبت السيارة. Can't even give it back to the owner. Okay. He's long gone. Please, man. He ran for his life. Please, man. Please. I don't have money. You have the right to my son. If you say cannibal abuse against you in the court of law. ودين المحكمة ليش؟ Officer please forgive me. You can make my day, officer. يا عيال ودوني يا الله. I'm making your day, but yeah, but you saw I was apologized and I just surrendered immediately when I saw you. You didn't apologize to the owner, man. يا الله يعني ما بيسامحني بيوديني المحكمة ما ادري مين يوديني. شو هذا الحظ يعني شوف قررت اسرق سيارة بس على طول طلع فيه لا ورفعت ايدي على طول. اوه ما ادري شو بيسووا لي هل بيخلوني انظف الشوارع. Officer please forgive me man please. I can't forgive you man. You saw that I was nice with you so what's the problem? Because man you stole a vehicle. Yeah, but I realized my mistake. I will be so happy if you just advise me and you let me go. And please, officer, please. Please, man. I know you are a good man. I know you have good heart. يلا يسامحنا يا عيال. قاعد أسلك له أقول له تطيب وقلبك ما أدري شو. Oh, I can go? Is I am free now? Oh, looks like that guy, his head blew up. Hello, officer. Oh. What's, please? عيال هذاك سامحني بس هذا يأشلني هذا شو خاصة النكبة. Your friend he forgive me man. Officer, your friend he forgive me. You can ask him, he forgive me. Yeah, but he may forgive you, but the owner may have not forgiven you, you know? Yeah, but that police officer he caught me, so he forgive me man now. Please. Yes, but the owner of the car wants to press charges. أو أنا صاحب السيارة اشتكى علي. Have anything on you, man? No. You can't poke, hurt, or stab me in any way? Wait, officer, please. I'm sorry about what I did. Just forgive me. I know you are a good man. Please, officer. I don't have anything. Only food with me. I am poor man. I see, man. Listen, man. You have a little talk with the arresting officer, right? يا الله يا عيال بيخليني أنظف الشوارع. He's on the fines with you. Okay, officer. Okay. You know why I tried to steal that car? I'm calling Uber, but nobody's answering me. I see. You know, man, Uber can be a little rough job, you know? Okay, no problem, officer. Thank you so much. I know this is your job. I'm just sorry about what I did. And if you will forgive me, I will be so happy and you will make my day. Okay, I'll have a talk with the arresting officer and we'll see from there, alright? Okay. يا الله قال بروح للضابط وبشوف يمكن خلي يسامحك. وصل. وصل الضابط. He's really sorry, man, about what he did, you know? I swear I am so sorry, officers. He said that multiple times.
قاعد يشرح له، قال له الضابط يقول له العسكري هذا ايوه بعد كان يعتذر لي في السياره. يلا سامحني سامحني يا ضابط. عايش اوكي. يقول بروح فوق ما ادري بيكلم مين بعد. يا الله يعني شوفوا يا عيال كيف الواقعيه عندهم، يعني مو بس والله لا اسال، يعني الشرطة العادي ما يقدر يرخص اذا مسك، ما يقدر يرخصك، لازم يسال المسؤول والمسؤول يسال اللي فوقه. معني انا سارق سياره بوت مو بسياره شخص عادي، ويقول لي ان البوت يبى تعويض. تخيلوا معي كيف اطلع منها الحين هذه. قلت لكم ما بسرق سياره، قلتوا لي لا اسرق، بعدك ما قلتوا لي بس مشوا معي. وانا عارف هذا السيرفر، هذا السيرفر اللي فيه هاسكي يا عيال. الحين اول ما اطلع من السجن لازم اروح بعد اشوف هاسكي، شخبار هاسكي صار لي فتره مو بشايفه صراحه. وين العسكري؟ وين العسكري؟ يا الله لا وصل وصل يا عيال وصل العسكري. Hey officer. I will be searching you to find your ID, okay man? Yeah, no problem man. ها شلني شلني يا عيال. يا ربي سامحني يا ربي سامحني. Okay man, when I uncuff you, I don't want you to try anything, okay man? I will not do anything. I promise you. آه أعطاني مخالفة يا عيال، يقول إنه عشان المالك يبى تعويض ما أدري شو. I received the invoice. اوفيسر يا عيال خلوا يا الله ما خلاني اكمل كلامي. شوفوا خلاني انظف الشوارع يا الله، 25 مكان لازم انظف. استغفر الله العظيم والله فضيحه يا عيال فشله. قبل شوي قاعد اتمسخر على والله شوف الدنيا دواره. قبل شوي كنت اتمسخر على الرجال اللي كان ينظف الشارع واقول له نظف هنا ونظف هنا وسبني، والحين انا اشوف داره الايه. يا الله والله ما اصدق والله فعلا الدنيا دواره. يا الله كيف كذا كنت اتمسخر على الرجال واقول له يلا نظف الشوارع والحين صار دوري انظف. يلا ما علي ما علي استاهل صراحه استاهل. يعني هذا مو بعذر انك ما تحصل تاكسي تروح تسرق سياره. شوف الدوريات شوف الدوريات يا عيال. هذا 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 هو اللي سجنني اللي كان على اليسار. بس والله انه طيب يعني اعطاني كم المخالفه اللي اعطاني اياها. ثواني اشوف المخالفه يا عيال. اخي 2000 يا عيال 2000 دولار. شوف بعد لا اضبط الحشيش وما ادري شو يسوي. يا الله يزرع يزرع. هذا عقاب يا عيال، يعني السيرفر صراحه من الاخر. يا الله يطيح مطر وانا قاعد اشتغل، بس صراحه استاهل على هذا اللي صار استاهل. يعني يعني مواطن مسكين في حاله تروح تسرق سيارته ليش؟ شو سوالك يا عيسى شو سوالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خليت الناس يتشمتون فيك ويضحكون عليك وتنظف الشوارع. لا يعني والله جازاني، يعني قبل ما ارتكب الجريمه اني اسرق سياره كنت اضحك على هذاك انا ما مصدق. يا عيال ما كملت 10 دقائق وصرت مكانه. ايه يلا اخر مكان. يا سلام الحين من اخلص على طول من هذه المهمه برسبني في مركز الشرطه لاني خلصت الخدمه المجتمعيه. ايوه ممتاز يا سلام. طيب في عساكر ولا ما في officers؟ any officer here؟ ما في عساكر. كنت بقولهم انه ما في تكاسي. طيب شو اسوي؟ يعني ما اقدر اسرق سياره مستحيل اني اتم اركض. سلامات اصحاب التكاسي ما يردون علي. طيب شو اسوي؟ ارسل لهم مسج؟ ساعدوني. والله شيء يقهر يا شباب، تكاسي ما يردون علي او انهم مش موجودين او مشغولين. والمشكله قهر ما اقدر اسرق هذه السيارات لان فيها جهاز تعقب. هذه شقه يا عيال فور، شو مكتوب؟ فور رنت للاجار.
خلنا نشوفها. اقدر اسوي زيارة فيزيت. هذه شقة للأجار يا عيال أو غرفة للأجار. والله وسخة. أنا مو ما تنفع. يعني هي تعتبر ممتازة لأن أنا ما عندي بيت أصلاً. الحين أبي أروح الجراج. شو أسوي؟ هيا عيال حصلت الجراج. مين جراج؟ بس والله بعيد. غيروا مكانه حطوه عند المحكمة. والله مشوار. لازم اشوف لي حد يوصلني. يا عيال قررت اني اسرق هاي السيارة. يا رب بس العسكري ما يرسبن علي واروح فيها. كل ما تسرق سيارة بوتات العساكر يعرفوا عنك، يطلع لهم جهاز تتبع في الماب ويجوك على طول. بس انا بحاول ان اوصل المكان قبل ما يجوني العساكر. انا شفتهم مشغولين ومشغلين اللواحات والسيفتي وكل شيء. يلا قربنا من الجراج. بقدر اخذ الدباب حقي يا عيال. تذكرون الدباب الاخضر؟ اخضر لون اعتقد، والله ما اتذكر. المهم عندي دباب انا شاريه وبركب معاي جاك الهاسكي حقي وبنروح نتمشى. اوكي قربنا يا عيال. احتمال الجراج يكون فيه عساكر، فانا شو بسوي؟ وقف السياره هنا في الباركن على اساس اني ما سويت شيء، عرفتوا؟ ايوه هذا هو الباركن يا عيال. ايوه هذا هو الجراج، شوفوا ممتاز. اوكي وين الدباب حقي؟ يا سلام، اوه والله دبابي موجود يا عيال، الدباب الاخضر. طيب شو رايكم انادي هاسكي يا جاك يا عيال؟ قبل ما اركب الدباب ابي اشوف جاك، بخلي جاك يجيني، صار لي فتره والله مو بشايفه. وبعدين لا تنسون هذا الدباب فيه ذكريات وايده مع الهاسكي جاك، فلازم يكون معي، انا ما ارضى الا جاك يكون معي. خلنا ننادي جاك. وينك يا جاك؟ تعال صبر يا حبيبي صبر، يا الله صار لي فتره مو بشايفه. وينه؟ اوه ماي جاد، هاي جاك. اوه والله صار لي فتره مو بشايفك يا جاك. I miss you. مشكلة ما عندي أكل ولا بعطيه أكل. يلا خلينا نروح الحين. خلي يركب معي الدباب. والله يا عيال إن هذا الهاسكي هيبة، جدا هيبة. هذا ركب معي. أدري إن الدباب صغير عليه يعني ما يقدر يركب. وين الخروج؟ هذا خروج ولا شو؟ خلينا نروح معرض الوظائف يا عيال. أعتقد في وظائف جديدة ضافوها في السيرفر أو شيء كده، والله أعلم. يعني ما حاليا لا احتاج مدلة حد. صار يطلع صوت مرة ثانية بردان. طيب من وين يبلك سيارة يا هاسكي يا جاك؟ تعرف الوضع يعني. بعدين هوستر الارنب ما كان يتذمر مثلك يعني. حبيبي اسكت لا انزلك هنا حبيبي. ايش فيني انا قانوني وحالتي حالة؟ امشي يا حبيبي. تعرفوا ليش انا محترم هذا السيرفر وما ابي انطرد منه واحصل باند؟ لانه سيرفر خرافي، من افضل السيرفرات. اي افضل سيرفر دخلته والله العظيم. يعني عندهم اشياء حصريه يا عيال ما عمري شفتها في جراند. حتى جراند العاديه اللي هي اوفلاين ما حصلتها. شو اسمه الاشياء موجوده هناك. فعشان كذا ما ابي انطرد لانه حماس يعني. ساعات خلف الكواليس العب استانس، عرفتوا علي؟ فكله ولا هذا السيرفر. يلا ما في حد. اوكي هذا معرض الوظائف. ايش عندك؟ اوكي وين اصف؟ خلنا اصف هنا. خلنا نصف هنا. انتبه يا جاك تعال. ايوه خلنا نشوف الوظائف الموجودة. وين يا جاك؟ تعال ادخل. ايوه تعال. يا عيال حتسرق دبابي. والله سرقوه. سمعت صوت الدباب. والله سمع. بتصل الشرطة. خلي بس جاك يروح يلعب عشان ما حد يذبح لي اياه. اوردر جو هوم. يخرب بيته سرقوه. والله العظيم سرقوه يا عيال. بسرعة 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 بسرعة. بوليس. I want help please. ارسل
لعن يومك كيف سرق الدباب؟ ها دبابي 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 هلو مان هي 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 يا دبابي والله دبابي وين الشرطة يخرب بيتكم رايت دباب قاعد يتمشى قدامي قسم بالله يقهر فيني لا بعد قاعد يدق لي هرن والله انه يقهرني يا الله شو هالحظ شايفين اليوم وين الشرطة هذا حقي ايوه جايين حقي somebody stole my motorcycle here exactly here I just get out from my motorcycle and he just took it immediately this one والله حمام حمام سلف رايحين 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 يا عيال اوه والله يا عيال شيء خرافي شوف شوف هرب عنهم هرب عنهم هرب عنهم والله يجيبوا ثلاث دوريات علي يا الله حماس الف حماس الف شوف يا عيال هذا راح من الجهه الثانيه والله شيء خرافي اللي قاعد يصير بس ممكن الا والله شوفوا يا عيال والله واقعية الف 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 بس انا اللي علي اتكي واشوف اللي بيصير اكيد راح يجيبوني وراح ينسجن بعد على فكرة راح ينسجن لان انا مش بوت انا لاعب حقيقي فاذا تسرق سيارة او اي شيء للاعب حقيقي تروح فيها من الاخر تروح سجن والله يعينه الصراحة ما ادري هل اقدر اطلب منه تعويض ولا لا اسمع صوت طلق عيال طلقوا عليه يا عيال في واحد ارسل لي رساله من رقم غريب ما ادري من هذا خلينا نشوف من هذا مسج كم تو كونستراكشن اريا وصل 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 هاي اوفيسر We got the guy. Good. I don't have car to go there. You can hop in with me. Yeah, thank you so much. To see. Okay, thank you so much. Oh, يا عيال شوفوا شو صار. That's the crime scene. That's the. Oh, my motorcycle! Finally. Oh my god. Can you give me some ID? Sure. Verify it's you, and you are the owner of the motorcycle. Yeah, sure. All right, sounds good. You're good to go, man. Yeah, thank you so much, man. Amazing police officers. Thank you so much. Thank you. يا عيال أنا اللي سرق الدباب حقي. يا الله والله إنهم كفوا عليهم قسم بالله. كفوا عليهم. والله ما صدق عيال اللي قاعد يصير. شيء خرافي قسم بالله شيء خرافي يعني دخلت بس عشان الوظيفة ابي اغير وظيفتي ابي اشوف الوظائف الجديدة الموجودة في المدينة اجى هذا الكلب وسرق دبابي اشارة خضراء اشارة حمراء قصدي لا الحمراء اعتقد اقدر اروح يمين تمام اللي صار شيء خرافي فظيع يعني في هذا الفيديو والله انا استمتعت وايد يا عيال طيب هني الوظائف اهم شيء اني لازم اقفل الدباب وقف هنا على اليمين ايوه مكتوب لي فيكل لوك الحين ما حد يقدر يسرقه طبعا الغلط مني انا بعد شوي يعني 20% علي لاني يا عيال شو اسمه ما صرت ما قفلت الدباب اعتقد هذا يا عيال اللي هي دباح ما ادري شو مكتوبه بالانجليزي خلينا نتاكد بس ايوه بالضبط خلينا نروح بوتشرز لوكر روم روشه نروح نبدل ملابسي طبعا انا لحام يا عيال لحام ما ادري يسموها لحام او جزار شو اللي لحام يا عيسى شو قاعد تقول المهم ما علينا عادي تصير خلينا نركب الدباب الحين متجهين لمحل تبديل الملابس وراح نشتغل في ملحمه نبيع دجاج او لحم ما ادري صراحه لكن بنشوف الحين نستكشف مع بعض تجميع الفلوس يا عيال في هذا السيرفر شيء مو طبيعي 100 دولار ما تحصلها والله 100 دولار ما تحصلها والناس اللي بيعطونك فلوس يعطونك 50 10 20 دولار
يعني الفلوس لها أهمية واجد في هذا السيرفر. يعني عادي تكمل شهر حقيقي عندنا عشان توصل مليون، تخيلوا معي. والله شيء خرافي، شيء خرافي جد جد جد، شيء خرافي. المهم وصلنا احنا اللوكر روم، نبدل ملابسنا. اوكي وقف. اوه والله بدل ملابسه يا عيال، شوفوا شوفوا اللحام، ما لحام جزار، يا الله ليش اقول لحام انا. يلا ما علي ما علي، اركب الحين نروح لمنطقة تقطيع اللحوم او الدجاج. وين المكان الثاني؟ الله بعيد يا عيال، برا المدينة. يلا ما علي ما علي ما علي، والله 7 ميل والله وايد 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 بعد. بس دام ان المكان بعيد معناته فيها فلوس، هذا الشغلة فيها فلوس معناته. اوكي هذا نمسك الخط السريع الحين، ولازم اعبي بنزين للدباب. يا اخي والله بغير الدباب يا عيال، اكبر غلط اني سويته اني اشتريت جاك، مع انه مو بندمان، مستانس مع جاك والله، بس المشكلة ان كان سعره ب14000. ب14000 اقدر اشتري سيارة يا عيال، اشتري سيارة. انا خاطري اشتغل اوبر واسوي لكم فيديو يوميات اوبر مع الاجانب، والله بيطلع شيء خرافي. اذا تبوني اسوي هذه السلسلة يوميات اوبر بسيرفر اجنبي او يوميات راعي تاكسي بسيرفر اجنبي، اكتبوا لي في الكومنتات. لو حصلت اكثر عن 50 شخص يكتب لي ايوه اشتغل اوبر، والله فالكم طيب. بس الاوبر شروطه ان تكون عندك سيارة من 4 ابواب، ما يصير بالدباب. لكن لاجل عيونكم راح اشتغل خلف الكواليس واجمع فلوس واشتري لي سيارة من 4 ابواب واشتغل اوبر. يا الله في بيت للبيع يا عيال على اليسار، تخيلوا على البحر، بيت على البحر، شيء خرافي. ما في محطة بطريقي ولا لا؟ ما في محطة يا عيال، ثواني ثواني خلنا اشيك. دباب راح يبند علي، ما في محطة. يا الله ما ادري هل يكفي ولا لا. عندي 16 ما ادري قالون ما ادري شو اسمه، لازم ارجع للمدينة يا عيال. حتى في المدينة ما في بعيد، يا الله يا عيال. شو رايكم اتصل على الميكانيكي واقول له تعال يعبي لي بترول؟ ما ادري هل يقدر يعبي لي بترول ولا لا، او على الاقل يشتري لي بترول ما ادري. المهم يتصرف. ارفع الجوال. ميكانيك ميكانيك نيد هيلب بليز، يا رب يجينا يا عيال، لأن راح يطفي علي شو اسمه الدباب. موجود اصلا ميكانيكي؟ هي موجود، في واحد ميكانيكي. ها ارسل لي مسج يا عيال، سين جي بي اس. كيف ارسل الجي بي اس؟ اكتب له هاو. ما ادري والله يا عيال، يباني ارسل اللوكيشن. يا اخي شيء خرافي يا عيال، والله كل الكل قايم باعمال يعني باكمل وجه. سلاش رايت ارو. ارسلت اللوكيشن يا عيال، ثواني. ايوه ارسلت اللوكيشن، والله شيء خرافي يا عيال، شيء خرافي. بس المشكلة الحين الدباب مو بخربان، الدباب ما في بترول، فا يعني مصيبة. ما أدري شو أقول له، بقول له إني سكت الدباب وانتبهت إنه ما في بترول وأنا رايح ل شو اسمه، رايح لوظيفتي، فالله يستر. أخاف يقول لي هاي مو بشغلتي أنا ميكانيكي من هالكلام. وصل وصل يا عيال، وصل يا عيال، وصل يا عيال الميكانيكي. شوف السيارة اللي معاه. Hi sir. Hello. Hey, what's going on, man? I'm sorry. I don't have fuel. I don't know. I know it's not your job, but what I can do? I'm going to my job now. It's another city there, and if you can just give me fuel or put some fuel on it, but it's yeah, I can put some fuel on it. It's just gonna take a minute. Is this your personal bike or is this a bike that you borrowed? It's mine. It's mine. Of course, I bought this motorcycle. بيعبي لي بترول يا عيال ولا شو بيسوي؟ There is not enough to reach another. Oh good, amazing. يا عيال قاعد يعبي لي بترول. Yeah, I gotcha. Oh, you are man, you are amazing. Thank you so much. يا عيال والله ما ادري شو اسوي، ابكي ابكي. والطيبة اللي فيهم كيف كذي؟
Alrighty, there you go, my man. Yeah, just thank you, sir. $500 500? Yeah, just 500. يخرب بيته وايد 500. خليني أعطي فلوس يا عيال. شو أسوي بعد؟ Appreciate it. Yeah, thank you so much, man. Thank you so much. Have a good one. Thank you. يا عيال والله ما صدق. أوه ما عبالي فل ب 500 والله أنا نصاب. بس يلا مو بمشكلة. مو بمشكلة يستاهل. دام إنه ما بيخليني أرجع المدينة وأروح أعبي يلا الأمور طيبة. يا عيال والله ما أدري يعني يعجز لساني عن الوصف. ما أدري سيدي يقولونها ولا لا. يعجز لساني عن التعبير مو بالوصف. المهم ما علينا خلونا نروح. نشوف شو هذا الوظيفة اللي حق الدجاج ما ادري شو وراح نرجع نبيع دجاج ونشوف كم المبلغ راح يكون. يا عيال في مشكلة. مكتوب لي you don't have enough chicken and try to continue this task. يعني معناته انك ان انت ما عندك الدجاج بالدرج او المطلوب علشان تبيعه هنا. انا شو المشكلة سويتها اني جايب دجاج حي على طول من المزرعة لين المحل. هم ما يبون كذي، هم يبوني أقطعه. فما أدري اكتبوا لي في الكومنتات وين أقدر أقطعه لأني صدق ما أعرف وما أبي أروح أسوي سيرش أو أبحث عنها. المهم يعطيكم العافية على المشاهدة. هذا كان مقطعنا اليوم وأنا شايف أن السلسلة الأجنبية دائما تكون الحمد لله بإذن يعني ناجحة في قناتي وما تقصرون وراح أنزل لكم أكثر عن السيرفر الأجنبي لأن دائما تطلبون مني كل فيديو أنزل حتى لو لعبة ثانية تقولي لي نزل في السيرفر الأجنبي وهذا الفيديو لأجل عيونكم. فيعطيكم العافية على المشاهدة. لا تنسون تضغطون زر لايك وإذا ما كنت مشترك بعد اشترك وانشر المقطع لجميع أحبابك الغاليين عندك ربعك على الواتساب أي مكان. كان معكم أخوكم عيسى 400. سلام.